عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. ليس الأبعد بأولى من الأقرب، هذا أصل من أصول الشريعة في كل باب، ومنها باب الدعوة إلى الله. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فعلى صاحب الحق أن يبدأ بالأقربين إليه، بل إن دعوة أفراد الأسرة أولى وأوجب. أولى لسهولة التبليغ، وأوجب لأن الداعي إن كان رب أسرة فإنه مسؤول عنهم. والصديق رضي الله عنه لم يكن حريصا على أصدقائه ومعارفه على حساب أهل بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالصديق رضي الله عنه كان راعيا في بيته وكان مسؤولا عن رعيته. ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بينما كانت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، انقطع عقد لها بالبيداء، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. رواه البخاري. يتملكني ساعة ذكر اسم الصديق أبي بكر. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله عليه الصلاة والسلام والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء الصديق رضي الله عنه ورسول الله واضع رأسه على فخذي، تقول عائشة قد نام. فقال الصديق: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبي وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. أي أن البركة الخاصة للمسلمين برخصة التيمم بسبب عقد عائشة بنت الصديق، ليست بأول بركات آل أبي بكر، بل هي مسبوقة بغيرها من البركات. وفيه دليل على فضل آل بيت أبي بكر الصديق وتكرار البركة منهم. فمن هم آل أبي بكر الصديق؟ وما هي قصة إسلامهم؟ نبدأ بوالدة الصديق وهي سلمى بنت صخر وكنيتها أم الخير. أسلمت مبكرا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها، حين طلب الصديق من النبي عليه الصلاة والسلام دعوتها والدعاء لها بالهداية قائلا: بأبي وأمي يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. وهذا من كمال بر الصديق بأمه وخوفه أن ينالها عذاب الله تعالى. ولقد دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأم أبي بكر بالهداية فاستجاب الله له وأسلمت أم أبي بكر، وأصبحت من ضمن الجماعة المؤمنة المباركة التي تسعى لنشر دين الله تعالى. كما دعا الصديق زوجاته إلى الإسلام، فأدخل في الإسلام زوجته أم رومان بنت عامر رضي الله عنها. أسلمت قديما وبايعت وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة سنة 6 من الهجرة. وزوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها أسلمت قديما قبل دخول دار الأرقم، وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام، وهاجر بها زوجها الأول جعفر ابن أبي طالب إلى الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة، فاستشهد جعفر يوم مؤته وتزوجها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أسلمت زوجته حبيبة بنت خارجة الأنصارية الخزرجية. وأما أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم فهم عبد الله ابن أبي بكر صاحب الدور العظيم في الهجرة، فقد كان يبقى في النهار بين أهل مكة يسمع أخبارهم، ثم يتسلل في الليل إلى الغار لينقل هذه الأخبار لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأبيه. فإذا جاء الصبح عاد إلى مكة. ومحمد ابن أبي بكر ولد عام حجة الوداع، وكان من فتيان قريش، عاش في حجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. وأسماء بنت أبي بكر سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات النطاقين، لأنها صنعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأبيها سفرة لما هاجرا، فلما لم تجد ما تشدها به فشقت نطاقها وشدت به السفرة، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام بذات النطاقين. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهي أعلم النساء، كناها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأم عبد الله، وكانت أحب النساء إليه. أيضا أم كلثوم بنت أبي بكر، مات الصديق رضي الله عنه وزوجته حبيبة حامل بها، فولدتها بعد موته،
وتزوجها طلحة ابن عبيد الله. أما عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق فقد تأخر إسلامه وخرج مقاتلا مع جيش المشركين في غزوة أحد، وعند بدء القتال بالمبارزة وقف عبد الرحمن ابن أبي بكر يدعو المسلمين إلى مبارزته. تصوروا من الذي نهض لقتاله؟ لقد نهض أبوه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليبارز ابنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حال بينه وبين مبارزة ابنه. وسبحان الله، تمر السنوات وقبل فتح مكة خرج عبد الرحمن في فتية من قريش إلى المدينة فأسلموا وحسن إسلامه، وصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله مواقف محمودة ومشهودة بعد إسلامه. ومنذ أن أسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو لم يتخلف عن غزوة أو جهاد أو طاعة، ويوم اليمامة أبلى فيه بلاء لا مثيل له. أما والد أبي بكر الصديق عثمان بن عامر يكنى أبا قحافة، فقد تأخر إسلامه أكثر من ذلك، لكن ما نسيه الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى كان يوم فتح مكة، فدخل على أبيه ودعاه للإسلام فأسلم أبوه، وهو يومئذ شيخ كبير. ثم انطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحا ليبايعه على الإسلام. فلما أقبل به الصديق يقوده قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، هلا تركت الشيخ حتى آتيه؟ وذلك لكبر سنه، حيث كان رجلا طاعنا في السن قد فقد بصره، رأسه ولحيته كالثغامة أي كالسحابة البيضاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أقررت الشيخ مكانه لأتيناه، إكراما لأبي بكر الصديق. فأجاب الصديق رضي الله عنه في أدب جم: هو أحق أن يأتيك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا نحفظه لأيادي ابنه عندنا. الله أكبر. وشاهدوا معي هذا المشهد، فلما وضع أبو قحافة يده في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعه، بكى الصديق رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما يبكيك؟ قال أبو بكر: وددت لأن تكون يد عمك أبي طالب مكان يد أبي، ويسلم أحب إلي من أن يكون والدي، ألتمس بذلك قرة عينيك يا رسول الله. سبحان الله. أيها الأحبة، هذه هي أسرة الصديق المباركة التي أكرمها الله بالإسلام وبصحبة سيد الأنام، وقد اختص بهذا الفضل أبو بكر رضي الله عنه من بين الصحابة عليهم الرضوان. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. إن الصديق رضي الله عنه لم يكن حريصا على أصدقائه ومعارفه على حساب أهل بيته، بل كان راعيا في بيته ومسؤولا عن رعيته. أدخل في الإسلام أهل بيته، أسلم أبوه وأمه وكذا زوجاته وأولاده، بل أسلم أولاد أولاده، وهذا من بركات الله تعالى على هذا الرجل الذي انطلق في الدعوة إلى الله منذ إسلامه، فأكرمه الله تعالى بإكرام لا يعرف إلا للصديق. قال العلماء: لا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض
صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا آل أبي بكر الصديق. نعم، ليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأحفاده وأدركوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر رضي الله عنه، من جهة الرجال ومن جهة النساء، فهم أربعة أجيال متعاقبة في عائلة واحدة. فالجيل الأول هو والد الصديق أبوه وأمه، والجيل الثاني الصديق وزوجاته، والجيل الثالث أولاد الصديق أسماء وعائشة وعبد الله وعبد الرحمن، والجيل الرابع هم أحفاد الصديق ولهم صحبة مثل عبد الله بن الزبير ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. كلهم أيضا آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحبوه، فهم أهل بيت إيمان، ليس فيهم منافق، ولا يعرف هذا لغير بيت أبي بكر الصديق. وكان يقال للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، فبيت أبي بكر الصديق من بيوت الإيمان. والوحدة نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة، نجح الصديق أبو بكر. صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر.